بالفعل، وحتى الآن أحمد لا توجد خطط عسكرية واضحة غير التي يصار إلى تسريبها في وسائل الإعلام الأمريكية، ومنها أن الجيش الإسرائيلي سيراجع خلال الفترة المقبلة أو سيخفف خلال الفترة المقبلة من عملياته شمالي قطاع غزة بشكل كبير جدا، وسينتقل نحو التركيز على مناطق وسط قطاع غزة، وهناك مخاوف من أن تكون هذه مقدمة لعملية محتملة في مناطق جنوب قطاع غزة. لكن التقديرات أن أي عملية محتملة في مناطق جنوبية القطاع، ونقصد فيها منطقة رفح تحديدا، ستتطلب إعادة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين في تلك المناطق إلى مناطق شمالي قطاع غزة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب مختلف التقديرات العسكرية سواء الإسرائيلية أو الأجنبية سيكون غير قادر على تنفيذ أي عملية محتملة في تلك المناطق في أقصى جنوبي قطاع غزة طالما هذا العدد الكبير من النازحين الفلسطينيين موجود في تلك المناطق. فيما يتعلق بشمالي قطاع غزة ودفع قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين ومنع عودتهم إلى تلك المناطق، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تستكمل عمليات التدمير الواسعة التي بدأتها في مناطق شمالي قطاع غزة، تحديدا في مناطق بيت حنون والأحياء الشرقية لمدينة غزة، منها الشجاعية ومنها الزيتون، تستكمل تدمير تلك المنطقة لاستحالة إعادة النازحين الفلسطينيين إلى تلك المناطق. وكأنها تقول حتى النازحين الفلسطينيين في حال تمكنوا من العودة إلى مناطق شمالي القطاع فليس بإمكانهم العودة إلى هذه المناطق تحديدا، حتى لو لم ينشئ الاحتلال الإسرائيلي مناطق عازلة من الناحية الرسمية من الناحية القانونية على أرض الواقع نتيجة لعمليات الهدم الواسعة في تلك المناطق الواسعة والتي يسكن فيها عشرات آلاف الفلسطينيين، فإنه أنشأ بالفعل مناطق عازلة فلسطينية تحتاج إعادة إعمارها إلى عقد بحسب تقديرات إسرائيلية وبحسب ما تفيد صحيفة دعوت أحرنوت اليوم. فهناك اعتبارات أمنية للاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق، لكن أيضا اعتبارات انتقامية منها تمهيدا لعودة النازحين الإسرائيليين هذه المرة إلى غلاف قطاع غزة وعدم رؤيتهم أي شيء فلسطيني يتحرك من بلدات الغلاف. ربما يكون هذا إشارة إسرائيلية إلى أن الاحتلال قد يغير خلال الفترة المقبلة استراتيجيته وقد يسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى مناطق شمالي القطاع، ولو أن التلميحات الأمريكية التي تأتي بهذا الخصوص تشير إلى أن هذا الأمر لن يكون وشيكا. لكن بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي بالأمس فإنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال وفد أممي إلى مناطق شمالي القطاع لفحص البنية التحتية الفلسطينية في هذه المناطق إن كانت تتحمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى هذه المناطق. أحمد.